مسيرة أدنوك نحو التطوير والتحديث. نعلن اليوم توحيد كوادرنا وقطاعات أعمالنا ومنتجاتنا وخدماتنا تحت هوية مؤسسية واحدة تعتمد اسم أدنوك وهويتها في كل شركات المجموعة، ونحن واثقون بأن توحيد الهوية المؤسسية لشركات المجموعة سيعزز قيمتها ويخلق هوية رائدة وقوية لدولة الإمارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة أدنوك وتخلق هوية رائدة في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على نطاق أعمالنا ومساهمتنا في دعم اقتصاد الدولة وتأثيرنا الكبير على نهضتها وازدهارها. يسطر توحيد شركات المجموعة تحت هوية مؤسسية واحدة فصلاً جديداً في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات والنجاحات، ويجمع كوادرنا في فريق عمل واحد وعائلة واحدة برؤية واحدة لتحقيق هدف واحد. كلنا أدنوك.